النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي ان شاء الله تكون بتهم حضراتكم، لكن خلينا في البدايه نبتدي بالاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسس كوريا المبعوث الخاص لرئيس كينيا، وكمان مشاركه سياده الرئيس في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنه التوجيهيه لرؤساء دول وحكومات الوكاله الانمائيه للاتحاد الافريقي انيباد. وفي الاجتماع ده مصر اتسلمت رئاسه انيباد لغايه عام 2025. كمان من ضمن الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح منا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاول للمجلس الاعلى لصناعه السيارات، بالاضافه الى ان صندوق تحيا مصر خصص حساب لاستقبال مساهمات اغاثه سوريا. تفاصيل اكتر هنعرفها من التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، اللي قام بتسليم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية اللي بتجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة. امبارح شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد، وتسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025، وألقى الرئيس كلمة بالمناسبة دي تضمنت عرض لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع بيأتي نتيجة الجهود الكبيرة اللي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، واللي بتنبع من إيمانها الكبير بإن الصناعة المهمة دي ستقوم بدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة. امبارح أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30,000 معلم، وقال إن المنظومة ديت مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية وبتمنع أي تدخل العنصر البشري أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار. امبارح أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم 037037 إغاثة سوريا في كل البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال اللي تعرضت له سوريا وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء السوريين، وده في إطار جهود الدولة المصرية لإغاثة سوريا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في جولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، واللي منها انطلاق مبادرة لتأهيل 5000 شاب لسوق العمل في قنا، بالإضافة إلى إزالة سوق الملابس القديم بحي العرب في بورسعيد لبدء تطوير المنطقة. كمان من ضمن أخبار المحافظات تنظيم قافلة طبية مجانية في 6 قرى في أسوان، وإطلاق مسابقة لتطوير هوية الثقافية البصرية لمحافظة السويس، وأحداث تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها إطلاق مبادرة بداية نجاحك حقق حلمك لتأهيل الشباب لسوق العمل، واللي بتستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة على سوق العمل خلال عام 2023 بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الشرقية تم توزيع 3600 كيلو لحوم و770 بطانية والحاف على 2570 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة، وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الدقهلية كشفت إدارة العلاج الطبيعي بالمحافظة إن إجمالي عدد الحالات اللي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين بلغ حوالي 8922 حالة، فيما تخطى عدد الجلسات حاجز 21,000 جلسة. في بورسعيد تم إزالة سوق الملابس المستعملة القديم سوق البالة بمنطقة القنال الداخلي، مع استمرار إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد بناء على القرعة اللي أجريت يوم 22 يناير الماضي،
وبتأتي أعمال إزالة سوق البالة القديم في إطار خطة تطوير المنطقة بشكل حضاري يتناسب مع المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بمنطقة مجمع الأسواق بحي العرب. فأسوان تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى أسوان الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بست قرى، وده ضمن خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية. في كفر الشيخ تم توزيع 1305 لحاف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى المحافظة تحت شعار ستر ودفى، وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في جامعة السويس تم إطلاق مسابقة مشروع الهوية البصرية للمحافظة، واللي بيشارك فيها مجموعة من المبدعين في مجال الفنون التشكيلية. المشروع بيهدف لوضع هوية بصرية لمدينة السويس اللي ليها تاريخ كبير في البطولات الوطنية.